طريق وطني هام جدا، عنده استراتيجية كبيرة. اليوم هذا تنطلق الأشغال بالنسبة ل 64 كيلومتر، فيها ثلاث مجمعات مؤسسات. عدد المؤسسات تضاعف لأننا نريد أن نحقق وننجز في الميدان هذا المشروع، ليكون طريق السيار كله إلى من الجزائر العاصمة إلى غردايا كله مزدوج. كنا طلبنا من مؤسسات تضعيف مضاعفة عدد النقاط في الإنجاز، يعني عدد الورشات لكل مجمع، لكي نصل إلى إن شاء الله مدة إنجاز أكثر على أكبر يعني مدى، تكون في 15 شهر، واليوم كانت مقترحة حوالي 23 شهر.